مساء الخير. السلام عليكم. البداية من إنجازات قواتنا الباسلة التي تتواصل من مدينة القصير إلى ريفها الشمالي، حيث أعاد بواسلنا الأمن والاستقرار إلى قريتي المسعودية والصالحية، فيما يواصلون ملاحقة فلول الإرهابيين في البيضة الشرقية. للوقوف مشاهدينا الكرام على آخر التطورات هناك، ينضم إلينا مراسل الأخبار الحربي كريم الشيباني. كريم، مرحبا بك. مرحبا بك محمد، ومرحبا بكم مشاهدي التلفزيون العربي. لو تضعنا في مقدمة تطورات إنجازات جيشنا العربي السوري، حيث أن إنجازات الجيش العربي السوري وسننتهي مع إنجازات الجيش العربي السوري. تفضل كريم، ماذا لديك؟ نعم محمد، نحن الآن على مشارف قرية البويضة الشرقية في المزارع والبساتين الواصلة بين قرية الصالحية وقرية البويضة الشرقية. نبدأ بداية من العمليات التي قام بها اليوم الجيش العربي السوري. البارحة عاد الأمن والأمان إلى قرية الضبعة وقام بقتل عدد كبير من المسلحين، وقام بتدمير آليات كبيرة لهم، وبعدها انتقل إلى قرية المسعودية، وبعدها أيضا انتقل إلى قرية الصالحية. طبعا ما هو جدير بالذكر هنا بأن هذه العمليات التي قام بها الجيش العربي السوري، وأنا الآن أتحدث عن آخر عمليتين هي قرية المسعودية وقرية الصالحية، استمرت لساعات قليلة. المسلحون يعني انهزموا فورا وتركوا أسلحتهم وعتادهم، وقتل منهم من قتل، ويعني احتجز منهم من احتجز داخل الأنفاق التي كانوا يختبئون بداخلها. طبعا اليوم بكاميراتنا رصدنا العديد جدا من السيارات، سيارات الدوشكا التابعة لكتائب الثائر وكتائب أنوار الحق وكتائب الوليد، ويعني العديد من، وأيضا كتائب منبج، العديد من السيارات التي تركوها المسلحون وهربوا إلى على ما يعتقد إلى قرية البويضة الشرقية دخلوا. الجيش العربي السوري أعاد الأمن والأمان إلى هذه المناطق. الجيش العربي السوري هو مصر على الانتصار، وقد بدأ عملياته بالانتصار وسينتهي بالانتصار. معي هنا عدد من عناصر الجيش العربي السوري للاطلاع منهم يعني على المعنويات، والاطلاع منهم، وايضا من اجل ان يعني ان يطمئنوا عليهم اهاليهم، يعني هم لهم فتره يعني يقاتلون ويدافعون عن الوطن. يعطيك العافيه. شو هي رسالتك الى كل مواطن سوري؟ رسالتي لكل مواطن سوري ان نحن رجال الجيش العربي السوري كما عاهدناهم في السابق، نعاهدهم من جديد اننا سنقضي على جميع الارهابيين ضمن المتواجدين ضمن الجمهوريه العربيه السوريه، وسنطردهم كما قضينا عليهم في مدينة القصير. ونحن سنتابع تقدمنا، بحيث نحن الآن على مشارف قرية البويضة الشرقية، سنسحقهم في هذه القرية التي تعتبر آخر معاقل لهم. تراب الوطن غالي، ومهما بعدنا عن الأهالي يجب أن نطهر بلادنا من هذه الإرهابيين الخبث. الله يحميك يا رب، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. شو بتحكي لنا عن اشتباكاتكم يوميا؟ والله اشتباكات عنيفه، ونقوم بدحر المسلحين باعداد كبيره، ونقوم بتجميع ذخيرتهم وما تبقى من عددهم واسلحه اجرامهم. نعم، طيب انتم مصرين على الانتصار ان شاء الله تعالى، ان شاء الله نحن لاخر روح من دمنا. يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. شو هي رسالتك لكل مواطن سوري؟ انه يعودوا لصوابهم. رسالتك الى اهالي مدينه القصير. انتم كنتوا بالقصير ودافعتوا عن 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 القصير وعدتوا الامن والامان الى القصير. رسالتك الى اهالي القصير انه يعودوا الى منازلهم، كل واحد يعني يعود يعني لبيته، لانه صارت القصير امنه. الله يحميكم، يعطيكم العافية. أيضا هنا معنا أحد المقاتلين، يعطيك العافية. نتحدث اليوم عن طبيعة الاشتباكات التي جرت، يعني اليوم لاحظنا يعني تطهير عدد من القرى، هي قرية المسعودية وقرية الصالحية، وذلك عبر عدد من الساعات. نعد أهالي ريف القصير كما وعدناهم بالريف بالمدينة، سيتم تحرير كافة القرى الريف القصير، وخاصة الآن نحن على مشارف البويضة الشرقية، سيتم دحر الإرهاب كما تم دحر الإرهاب في مدينة القصير إن شاء الله. نعم، يعطيك العافية. يعني نحن اليوم كنا سوا مع مجموعتكم ولاحظنا يعني اختباء عدد من المسلحين داخل أحد الأوكار لهم، طبعا هي عبارة عن 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 خندق، عن نفق. طبعا كيف تم التعامل مع هؤلاء الإرهابيين؟ نحن كما دحرناهم من مدينة القصير
تعاملنا معهم بقرية المسعودية وقرية البويضة بدحرهم وقتلهم كي يتمكن الأهالي من الرجوع إلى منازلهم. يعطيك العافية، الله يحميك. نعم محمد، يعني إذا ذكرنا أو تحدثنا يعني عن طبيعة عملية التي وصلت اليوم، عملية الصالحية وعملية البويضة الشرقية، هي تقع في الجهة الشمالية لمدينة القصير ومتاخمة لقرية تل كلاخ. المسلحون قد هزموا، وكما هو يعني معتقد يعني بأنهم الآن يتجمعون داخل قرية البويضة الشرقية، وهي يعني تعتبر حجر الدومينو الأخير في هذه المعركة، والتي يعني سوف تحسم الموقف هنا. كما لاحظنا اليوم من خلال ما قمنا بتصويره وجود عدد كبير من المسلحين الأجانب والمسلحين الوافدين من خارج البلاد إلى سوريا، وذلك من خلال يعني الشعارات التي كانت موجودة، من خلال الكتيبات التي كانت موجودة، من خلال عدد من السيارات، عدد من سيارات الإسعاف الميدانية التركية والتي قمنا بتصويرها أيضا. وجدنا عدد سيارات 2. طبعا الجيش العربي السوري هو مصر على إعادة الأمن والأمان. مدينة القصير اليوم يعني بدأت تعود الحياة إليها وهي خجولة، ولكن بدأت تعود، بدأت عمليات التنظيف، بدأت عمليات الترميم. اليوم يعني شهدنا وجود ايضا لعدد من الاهالي الذين اتوا من اجل يعني تضامنا مع مدينة القصير وتضامنا مع اهالي مدينة القصير للعودة الى ديارهم. وكنا معكم في هذا البث الحي والمباشر من البساتين الواصلة ما بين الصالحية وما بين البويضة الشرقية. عودة لكما في الاستوديو. شكرا لك كريم، ولأبطال جيشنا العربي السوري، كنت معنا من مدينة القصير. تديك سوريا.